نعرض التشكيل، تعالوا مع بعض نروح إلى تونس مع الإذاعي التونسي المتألق أمين جلينزا. أمين، تحياتي ليك، أهلا وسهلا، منور الدنيا. تحياتي لك هاني، لكل المشاهدين، ايضا صديقي امجد نسلم عليه كثير. شكرا لكم على الدعوه، سعيد جدا بتواجدي الجماعة. احنا اسعد ويعني اشتقت لسماع صوتك. امين، كيف تقيم نتيجة واداء الفريقين في مباراة اليوم بين الترجي والاهلي والتعادل السلبي في ذهاب نهائي دوري الابطال؟ هذه هو أحلى شيء في المباراة، دون شك كان الجمهور والدعم المتواصل ورسائل المساندة للقضية الفلسطينية ولكل ما يحدث في غزة، لأن المباراة حقيقة لن ترقى إلى مستوى فني عالي. بالنسبة للترجي التونسي، أعتقد أنه أضاع فرصة كبيرة اليوم، لما أنه الأهلي لم يكن في قمة مستواه، شهدنا أخطاء كثيرة من النادي الأهلي، يعني ترويج خاطئ، إمام عاشور، كورسي تاو، لم يكون هذا الثنائي أيضا شحات، لم يكونوا بالخطورة التي توقعتها، لأنه اللاعبين الذين سميتهم بالأخص عاشور، شحات، وكورسي تاو، قيمة فنية عالية وعالية جدا. الترجي الرياضي التونسي، أعتقد أن الترجي يلعب خارج القواعد وخارج ميدانه أفضل. عندما يكون الترجي مطالب بصنع اللعب، يلعب على أرضه، يكون المردود ليس المردود المنتظر بالنسبة لجماهير الترجي التونسي اليوم. أعتقد أن المدرب كاردوزو لم يحسن التعامل مع المباراة كما يجب، خاصة تغيير حسام تقاء، يعني يثير تساؤلات عديدة، كم من خصوصا أخطر كان لاعبي أفضل الترجي؟ اللاعبين أفضل لاعب تقريبا في وسط ميدان الترجي التونسي وفي كل التشكيلة. مباراة كانت فيها فرصة وحيدة، فرصة رودريجو رودريغيز في الدقائق الأولى من المباراة الرأسية التي مرت بجانب القائم، لم نشاهد فرص كبيرة للفريقين. أعتقد أن الترجي لن يجد الأهلي في حالة أسوأ من التي وجدها اليوم، يعني في مصر ربما لاعب الأهلي ورغم الخبرة الكبيرة التي تمتع بها كل اللاعبين، تأثروا نوعا ما بالأجواء، بالجماهير العظيمة اليوم، جماهير الترجي الرياضي التونسي، حضور قوي لجماهير الترجي، لكن المباراة هي ستكون مغايرة. الترجي التونسي أعتقد أنه سيجد مساحات، يحبذ هذا النوع من المباريات، لكن الأهلي المصري سيكون خطير طبعا، كما شاهدنا في كل مباريات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم. بالنسبة لعلي معلول، تواصلت مع الزملاء الحاضرين على عين المكان حاليا، يقال أن علي معلول يجري الفحوصات اللازمة. لا نعرف ما مدة غياب علي معلول، ما هي طبيعة الإصابة إلى حد الآن، لكن نتمنى أن يكون علي معلول بخير، لأنه المنتخب التونسي في حاجة علي معلول في قادم الأسابيع، في قادم المواعيد وتصفيات مظبوط، المونديال. نتمنى والأهلي طبعا محتاجه أن في يكون مباراة الإياب كمان. نحن نتمنى أن يكون حاضر، لكن لا يكون بالخطورة التي تكون حاسمة، خاصة أنه يلعب ضد الترجي الرياضي نعم. التونسي. نقطة أخرى، هناك لاعبين اليوم في الترجي يعني خيبوا الآمال نوعا ما. مين؟ غش ليس بالمستوى المنتظر، غش اللاعب الجزائري لم يكن نعم. بالمستوى المنتظر، لاعبي وسط الميدان أيضا الأظهرة، كان هناك بطء كبير بالنسبة للاعبي الترجي الذي توصي، شهدنا الترجي افتقد الحلول ولعب الكرات الطويلة على رودريجو رودريغيز، نجح رودريجو رودريغيز ربما في تحويل بعض الكرات إلى ربما أنصاف فرص، لكن الترجي لم يحسن استغلالها. بالنسبة للأهلي، سيكون في مباراة الإياب يعني بروح أخرى، بعزيمة كبيرة. أعتقد أن إمام عاشور مثلا، أنا لاعب يعجبني كثيرا، إمام عاشور أعتقد أنه سيكون بوجه افضل من الذي رايناه اليوم. والمباراه نعم، بتتغير على ذكر قفش، على ذكر امام عاشور يا امين، يعني كلنا الحقيقه انتظرنا اكثر من امام عاشور، لكن على ذكر امام عاشور، بديل امام عاشور قفشه غير من ايقاع الاهلي في الدقائق التاليه وصدر الضغط للترجي، كيف شاهدت مشاركه قفشه او تقييمك للدقائق الاخيره في المباراه؟ طبعا قفشه لاعب له تاريخ، لاعب كبير في تاريخ نادي الاهلي وايضا الكره المصريه، اعتقد انه لم يحظى بعديد الدقائق. دائما نتحدث نحن في تونس عن الاخبار التي تربط قفشه
ربما الخلاف مع كولر، نعم العقوبة، كل هذا أعتقد أنه أثر كانت نوعا لقطة ما على وحيدة وانتهت الشخص وعاد الأخيرة، للمشاركات تاليا. عاد للمشاركات، لكن أعتقد أنه أفشى ربما في قادم المواعيد أو حتى الدور النهائي ضد الترجي التونسي، عليه أن يكون أكثر في حسابات المدرب مارسيل نعم كولر ويحظى بأكثر وقت لعب ليكون مؤثر بالطريقة التي نعرفها به، نعم يعني أفشى لاعب غني عن كل التعريف. نعم أمين جلينزا الإذاعي التونسي في إذاعة IFM، أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. إلى تشكيلة الفريقين.